بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا اللير، أول حاجة نجيب الأكسيت. أكسيت خلاص كده، أنت ظبطت الداش بتاعها تمام. عمل لاين كده أهو، 8 ماشي. نبدأ نعمل اوفست. اول اوفست هنعملها 2 متر خلاص. الاوفست اللي بعديها مالين يا عم كده بقى، الاوفست من فوق ماشي. من فوق كده، دي النسبة دي 1.65 متر. متر خمسة اتنين ونص، 2.5 متر، 20 متر، 20 متر. شوف انا بعمل ال 2 متر، بروح طالع من الامر دايس انتر، اطلع من الامر مش هروح دايس انتر تاني عشان يجيب لي الامر، واستنى ادخل مسافه بعد المتر 20 كام؟ 2 متر، 2 متر، متر 72، متر 72، متر 20، متر 20، متر 20، متر 20، 3.55، 3.55 دي آخر حاجة. وراح أعمل 1.2 متر. 2 متر ده ليه؟ عشان أسوي الإيه؟ وأروح ده الزوم إكستند علشان يساوي لي كله مع بعض ماشي. أروح أعمل لهم استريتشات كده عشان أكبرهم بس شوية، استريتش كده من هنا وأوديهم على هناك ماشي. عشان أبدأ أرسم أول خط هنا كده وعمل اوفست كام؟ 2 متر. وبعدين بدي لي بقى من ناحيه ايه ولا من كده؟ من هنا يبقى بدي لي من اول هنا ماشي. 34 1.13، 1.13، 1.15، 1.15، 3.73، 3.73، 2.78، 2.78، متر 10، متر 10، 6، 6. وبعد كده 2 متر. كل اللي زيادة ده مش عايزه، راح اعمل تريم تي ار، او نشتغل بلاش الكيبورد نشتغل بالماوس عشان يبقى واضح. نروح جايبين امر تريم اهو، هيطلب مني الاوبجكت اللي انا عايزه. اروح مثلا معلم على ده كده دايس انتر، واروح اعمل فينس كاتب اف وانتر، واروح معلم خط كده. طبعا ما عملش، عارفين ليه؟ لان الخط جه بين الخطين دول. اروح كاتب فينس تاني ده. ممكن اعمله واحدة واحدة كده، او ممكن اعلم عليه كده يروح شال الزيادات وده كده نفس الشيء بالظبط ماشي. زوم ستند، اروح شال ده كده، ديليت وده ديليت، ده ديليت وده ديليت خلاص. ابدا اعمل الدوائر بعد كده. ايوه اروح جايب سيركل سي، واروح مدخل النص القطر بتاعها كام؟ نص متر، معقول نص. واروح اعمل له كوبي 8 اهي، ماشي. امسكها من فوق كده،
خلاص وراح اعمل كوبي تانية بس امسكها من هنا. صح، اروح اعمل كوبي كمان عشان امسكها من هنا. تمام، وكنت راح اعمل ايه؟ زوم استنى، تروح لو مسحنا دول كده مثلا هنا ممكن اروح اعمل ايه معلم على دول كده واقول له كوبي وامسكهم من هنا واروح طالع. خلاص اي طريقه. طيب نبدا نكتب فيهم نرقمهم الاول. اروح جايب التكست، عملت شلت تكست واسميه تكست واديله لون ابيض. خلاص كده. هو في اكس هنا احنا نسيناه، كوبي ده وده صح كده. نجيب عند واحد كده وراح كاتبين التكست، جايبين التكست كده وكاتب دي تي يعني تكست. الهايت بتاعه بوينت 2 موافق، الانجلس 0 موافق. هيكتب انجليزي. يبقى اول حاجه نعملها فورمات تكست ستايل، واقول له نيو وليكن اسمها عربيك. اوكي، واروح مختار من هنا الايه الفونت اللي انا عايزه اللي هو ده، اقول له ابلاي كلوز. يبقى اللي انا هكتب بيه ده دلوقتي اسمه ايه؟ اكس عرب. خلاص اروح مسميه محور رقم واحد، بعد كده اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هما كام واحد؟ لا دول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. احنا كتبنا ايه؟ خلاص، وراح كاتب جنبيهم دي تي تاني ألف ب ألف ب جيم ألف أبجد دال ه واو زين. كم قد هوز؟ ها حط الكلمون ايش؟ ها خدها مجعلصة كده. حط طه حط كلمة كيف كفايه كده. هو هيبقى ده كله معقوله. ماشي، نعمل بقى ايه؟ موف يا عم، موف لكل واحده لاين بلاين كده واروح حاطه هنا. بس الكتابه صغيره صح؟ خلاص اروح معلم على واحده كده واقول له موديفاي روبرتس. يقول لي هنا ايه؟ تكست هايت بوينت 2، لا خليه بوينت 4. وراح داس انتر. ماشي، يبقى دي بقت كام؟ بوينت 4. وراح اعمل ماتش بروبرتيز اهي، ماتش بروبرتيز، واروح معلم على دي بقت ايه؟ 4. واروح مظبطها كده مو بس كده. ماشي، ماتش بروبرتيز بقى للباقي. خلاص عامل بقى مو ماشي. ادي الاثنين، ادي التلاتة، بعمل لهم موف. ماشي، وادي الاربعة، وادي الخمسة، وادي الستة، وادي السبعة. شوف انا ما بجيبش الامر ليه؟ لان بدوس على انتر يجيب لي اخر امر. ماشي، وادي الثمانية، هما 8 بس خير وبركه. اه ماشي، نبقى نعمله ساعتها. ماشي، نعمل ده بقى ماتش بروبرتيز. ممكن ام اي انا ماتش بروبرتيز اروح معلم عليهم كلهم كده والكاف. خلاص، واعمل لهم موف للالف
للباء للجيم صح؟ وراح اعمل موف لدول كلهم كده عشان اجيبهم جنبية هنا الديل الهي الواو الزين الحاء الطاء بس هما كده كويسين اوي خلاص كده وكاف دي مش عايزها صح؟ اعمل انا ايه بقى بعد كده؟ اروح معرر لا ميرور ميرور في الكتابة لا ميرور في الكتابة لا هي كوبي اروح اعمل كوبي واروح ماسكهم من هنا صح؟ عشان انزل تحت كده واروح من هنا بقت الكتابة موجودة تحت واللي انا عملت اعلم على دول ممكن طبعا اعلم على العناصر الاول بعد كده اجي بالامر مش مشاكل اقول له كوبي وامسكهم من هنا صح؟ واروح حاططهم ايه هنا؟ لا هنا ماشي خلاص كده يبقى انا كده حطيت الايه؟ المحاور بتاعتي هو التسييب بيبقى كل دقيقة؟ الايه؟ تسييب كنتروليس لا عايز تسيب لا عايز اظبط عايز اسيب مثلا بطيئة بس عم قدر الله يعني ايه في الاوبشن التولز اوبشن مش مجالي سنة بلاحة سنة اوتماتيك اوبن التسير بص هنا هتلاقي دايما مكتوب اوتوكاد 2004 اول ما تسطب اوتوكاد 2006 لا خليها اوتوكاد 2000 2000؟ ليه بقى؟ علشان لما تروح اي مركز كمبيوتر او اي حته او اي مكتب ما بيطبعش ما عندوش على الكمبيوتر الا 2000 فانت عامله 2004 او 2006 فمش هيرضى 2000 يفتحه فانت تسيفه 2000 بحيث ان اي اوتوكاد بعد كده يفتحه طبعا مفيش حد عنده اوتوكاد ايه 14 صح كده ماشي تاني حاجه بقى بيقول لك هنا ايه فين الاوتوماتيك اوتوماتيك سيف كل 10 دقايق ماشي انت هتغيرها كل دقيقه كل واحد كل دقيقه كل 60 دقيقه يعني ساعه فاهمني اللي انت عايزه خلاص كده نبدأ نحط الدايمنشن ماشي أقول له من قائمة فورمات نظبط الدايمنشن الأول دايمنشن ستايل وأقول له موديفاير أبدأ من هنا من لاينز أختار لونها الخانة بتاعتها ناخدها بوينت 2 ودول اللي كده ما بغيرش فيهم الكلر بتاعهم مثلا باخده أصفر خلاص الإكستنشن لاين اللاين ويت باخده بوينت 9 ماشي واللون بتاعه باخده اللون الفاتح ده اسفل على الدايمنشن الارو بنروح واخدين دوت مثلا اللي هو الاوبليك خلاص التكست اول حاجه بجيب التكست ستايل اللي هو العربيك عشان يبقى الخطوط بالعربي اللون بتاعها هو اللون الابيض الهايت بتاعها معقول يعني البريمري يونت بجيب هنا عدد الارقام اللي بعد العلامه العشريه رقمين وراح اقول اوكي كلوز وابدا اجيب دايمنشن لينير ماشي عشان اخد من هنا لهنا هل ده عاجبني؟ معقول يعني هي يمكن الكتابه عايزه تزيد شويه الهايت بتاعها راح داخل تاني فورمات دايمنشن ستايل ولا موديفاي واروح على تكست واخلي الهايت بتاعه كام؟ 0.25 اوكي كلوز ماشي بص يا باشمهندس اخر حاجه انا كنت عاملها خط لينير لو انا قلت له دايمنشن حاجه هنا اسمها كونتينيو فين كونتينيو اهي هيبدا بقى يكمل كل اللي عليا ان انا ايه عارف عند النقطه ويحطهم على خط واحد خلصت كده ماشي خلاص اجيب الامر هو بس كفايه اول مره لينير جبته مرة واحدة وراح حاطه صح كده؟ اروح بقى اعمل كونتينيو دايمنشن كونتينيو يبدا بقى ايه الخط التاني ويحطهم على نفس الخط يوفر معايا جامد قوي في الوقت
بلس دايمنشن اريا. يفضل ان انا احط الدايمنشن من جمال الاتجاهات عشان لو الارض فيها شطره او اي حاجه يبقى من كل حته ايه موجود. ادي الفلوس الفريش كده. ماشي. طبعا زي ما انا بعمل المسافه بين المحاور بروح اعمل دايمنشن واحد كده من الاول للاخر بس كده. وهنا برضه نفس الشيء. اخر امر كان ايه؟ دايمنشن. اروح اعمل كليك يمين يقول لي ريبيت لينير. ماشي. او اروح ده انت على الفاضي. صح؟ انتر. اروح صح كده؟ زوم سند اروح بسيف. بس احنا ما طلعناش القايمة بتاع الدايمنشن. ما في داير الدايمنشن نسينا نطلعها. صح. اوكي. يا باشا كل حاجة ممكنة. لا عشان بس. دي رقم واحد. بص يا عم احنا انت عامل هنا دايمنشن. خلاص اختار كل الدايمنشن اللي موجوده في الشاشه. صح كده؟ ايه هنا ومختار دايمنشن. يبقى كل ده بقى لو دوست عليها كده هيجيب لي ايه هنا؟ دايمنشن. المفروض اللي انا هرسم عليها هي تكست. اول ما ادوس على الامر بتاعها او اللاير بتاعتها يظهر لي الاسم بتاعها. يبقى بقت كلها دلوقتي في ايه؟ في دايمنشن. خلاص كده؟ نبدا نرسم بعد كده الايه؟ الحوائط بتاعتنا. فين الوول؟ لا احنا مش هنرسم، احنا هنرسم معماري. يبقى لازم اللاير بتاعته تكون اسمها ايه؟ وول. لان في فرق بين الوول وال هروح اعمل هنا هون خلي لون ابيض اجيب هنا الهون وابدا ارسم المعماري. هنرسم المعماري بامر ايه؟ مالتي لاين. ماشي. ممكن اجيب مقايمة درو واقول له هنا ايه؟ مالتي لاين. اقول له جاستيفيكيشن همسكه منين؟ من الزيرو. هو مش شرط طبعا مش من الزيرو يعني نمسكه من الزيرو بس. ماشي. السكيل 12 سم لان دي حوارات. صح كده؟ ماشي. نبدا نرسم المعماري بتاعنا بعد كده نبدا نظبطه في الاخر. ادي الاكس الاولاني يعدي الاكس ده ويروح للاكس التاني. صح كده؟ انت معايا ولا لا؟ موضوع المحاور ده هو بقى اللي ايه اللي انا هرسم من عليه. خلاص؟ فرسمت الاولاني عدى اكس وراح لابس في التاني. خلاص كده؟ وراح داخل بقى كده. ده انه داخل داخل مش عارف طب اللي هيحصل. ده انه داخل لغايه الاكس رقم كام؟ احنا بقى ايه نسميه. ماشي؟ ده الاكس كان رقم واحد اثنين عشان مش كل شويه نعد ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. صح؟ كده غلط عكس المفروض نبدأ من هنا. ماشي. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. صح كده؟ وده يا عم ألف ب جيم أو هنا ألف ب جيم دال أول حط بس كده. ماشي. خلاص كده؟
يبقى ده هيدل ماشي لغاية الاكس رقم كام؟ لغاية الاكس رقم 3. رقم 3 مبدئيا. لغاية الاكس رقم 3 افكر صح كده. بعد ما يطلع بعد كده يروح داخل سنة، يدخل سنة قد ايه؟ المفروض ان انا احسبها من الاعمال تقريبا هيدخل متر صح؟ اروح مطلع فوق كده واروح كاتب واحد انتر، يبقى هو دخل المتر اهو خلاص. واروح مدخله على اكس رقم 2 اهو ماشي، واروح اعمل اسكيب واروح جايب الامر تاني علشان اخده من اكس رقم 2 خلاص كده، وامشي لي للاخر خلاص اهو. ماشي الزيادات بقى ديت والحاجات دي هتبقى شيلها بعد كده معايا ولا لا؟ ماشي ماشي. نجيب الامر تاني، انا هرسم هنا الحيطه دي على اكس رقم 4 اهو بتاعت اوضه النوم اللي هنا ماشي تمام. طيب بصوا في كليك يمين، اول ما ادوس كليك يمين يجيب لي اخر امر، وفي كليك يمين يجيب لي القايمه دي ماشي. لا انا مش عايز القايمه دي تظهر، القايمه تولز اوبشن واقول له هنا ديسبلاي ويندوز اليمنت لاي اوت. لحظه مش لي اوت ديسبلاي اليمنت اوبن اند ديسبلاي بلوت، هي موجودة هنا كليك يمين بيبقى يديك ايه؟ اوبن اند سيف سيستم اها رايت كليك. لا شورت كات منيوز لا انا مش عايزها خلاص. ويندوز ستاندرد ريفيو رايت كليك كاستمايزيشن على علينا على كده فتحنا. بقول لك كوماند مود انتر ولا شورت كات منيو اولويز ان انيبلد ولا شورت كات منيوز انيبلد هون كوماند اوبشن ار بريزنت. لا انتر خلاص. وراح نقول له ايه؟ ابلاي تمام كده. وراح اقول له ايه؟ ابلاي اوكي. لو انا جبتها كده امر لايك ورحت راسم، لو دست كليك يمين جاب لي لسه القايمه دي، لان انا ما قلتلوش هي دي خلاص. رحت قايل له ابلاي اوكي، اجي كده اقول انتر كليك يمين جاب لي اخر امر اهو. لو انا كتبت لاين كده رسمت خط، لو عملت كليك يمين يجيب لي الخط ما يجيبليش بقى القايمه ماشي. نبدأ نرسم ايه؟ مالتي لايت ام ال انت. انا عايز ارسم الحيطه بتاعت الاوضه الثانيه على اكس رقم كام؟ 6. اجي على اكس رقم 6 واروح راسم الايه؟ اهو تمام. بعد كده يبقى كده اوضه النوم دي خلاص كده ودي خلاص. اروح واخد كده مالتي لاين من هنا من التقاطع ده واروح رايح هناك، ده اللي ماشي لغايه اكس رقم كام؟ 2 صح كده؟ اهو لغايه اكس رقم 2 بس يا عم. يبقى انا عملت كده الحته اللي هنا ودي ودي. اي اشكال معماريه بعد كده ايه ممكن اجيبها عادي فاهمني؟ ناخد القطعه الاولانيه نيجي ناخد من تحت كده، تعالى نرسم من تحت. اول حاجه ناخد من الاول للاخر دي الحته بتاعتي، اروح اعمل كليك يمين يجيب لي الايه المالتي لاين من الاول للاخر، كليك يمين يطلع لي من القطر ماشي. ارسم هنا على الاكس رقم 2 اقيس رقم ح من الاول لغايه اكس رقم 2، من الاول لغايه اكس رقم 2 اللي هو هنا صح كده؟ اها اكس رقم 2. طيب وبعد كده الحته بتاعتي بتاعت الاولى دي على اكس رقم 4 هنا حته في النص على اكس رقم ماشي ماشي دي فاضل. الحته ديت والحته دي دي على اكس رقم 4 ودي على اكس رقم 6. شوف التركيب اللي هنا على 4 وادي 6 صح كده؟ وفي اكس هنا على اكس رقم 8 صح كده؟ ماشي. بعد كده نبدا نرسم في كانتليفر هنا المفروض نطلع بيه بره عشان البلكونات، نروح عاملين استريتشات كده اس انتر استريتش اللي بتاع دي كده واروح شادد كده لبره صح كده؟ الدايمنشن ما طلعتش معايا، اروح معلم عليها كلها واعمل لها موف. احيانا الدايمنشن ما بتستجبش ال اه اه
امثلها موف. خلاص اعمل المساله كلها موف عشان يبقى المحاور بتاعتي دي في مش في نص المساله كده. تمام، اعمل لها موف كمان عشان تبقى تحت، ما تبقاش في نص المساله. مش قلت لكم ال dimension ساعات تعمل لي مشكلة؟ ماشي، راح اتقل ده مني، اظبطها كده، بعد انا احركها واروح معلم عليها واروح ماسك من هنا واروح حاططها هنا. ماشي، ايه ال dimension اللي جوه؟ ما احنا لما عملنا move بقى، هي ساعات ال dimension بترخم كده وتبهدل المسألة. أروح ماسكها من هنا عشان أقطعها مع زمايلها دول بس كده. معنى كده احنا ممكن نكتب ده، ممكن الدايمنشن نعملها في الآخر خالص مفيش مشاكل. أروح أعمل ستريتش كده، مش بقول لك ساعات بتمشي معايا وساعات ما بتمشيش، بتعمل مشاكل كده. خلاص لون ستيت ماشي. نبدأ نعمل ايه؟ البلكونات بتاعتنا، البلكونات بتاعتنا نروح جايبين امر بلط لاين وبعدين من هنا. خلاص هنعمل التدرجات دي ربع متر، كل ربع متر يبقى ربع. انا حددها من زمان انت المعماري، عشان انت المعماري يعني هي هل في هنا دايمنشن؟ انت بقى المعماري انت عايز تعملها ربع كل نص اللي انت عايزه، اهم حاجه انت كمهندس فاهمني؟ ان هي توصل ربع كمان ربع. بس كده بعد كده بقى المفروض تاخدها ايه؟ كيرف. تمام، بس ما فيش ملط العين كيرف، هتعمل ايه؟ انت توقف على كده. خلاص والله انت عايز تعمل كيرف، هتروح مثلا عايز تطلع مسافه كام؟ متر 36، تروح جايب امر لاين هنا كده وطالع من هنا كده متر 36 اهو صح كده، وتروح جايب ايه؟ بولو لاين، وتروح رسمه من هنا للمتر 36 وتتحكم انت عايز الكيرف بتاعك. بص التحكم اللي انا بعمله ده يا باشمهندس بالخط اللي فاضل ده، ان انا بعمل له الميل المماس اللي مماس ليه، شوف لما انا بغير الكيرف بيتغير معايا صح ولا لا؟ انا عايز يبقى كيرف كده اهو صح كده؟ ماشي اهو، وراح داس انتر 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 صح كده؟ ماشي، وراح اعمل ايه؟ ترم للحته دي أهو. صح، وراح اعمل له اوفست كام؟ 12 سم ده أهو. صح، وراح جاي من هنا هظبطه بس بعد ما اعمل ترجيل للايه؟ للمالت لاين. موضوع النظافه ده في الاخر. خلاص؟ طيب ده كده ما عادش موجود، المفروض ان المالت لاين اللي هنا يطلع لغايه الاخر. صح؟ اروح واخده كده ونطلعه لغايه الاخر. ماشي؟ يبقى انا كده خلصت ايه؟ حته البلكونه بتاعتي. صح؟ ابدا اشوف بقيتها. اروح جايب مالت لاين. واروح ماسكه من هنا، مع التنظيم ده هنضفه في الاخر كده عشان خلاص من قبلها بشوية من هنا كده. خلاص اروح طالع، اروح طالع الاكس التاني، الاكس اللي بعديه على طول ماشي لغاية هنا، اروح طالع بره 10 سم اهو ماشي بس. ونفس الشيء اللي انا عملته تحت اعمله فوق. اروح اعمل ايه بقى؟ بص بسيطة جدا، اروح اعمل لاين كده من هنا لغاية فين؟ لغاية تحت. خلاص، واروح معلم على كل اللي هنا كده اهو اللي انا عايز اعمله ميرور صح كده؟ واروح اعمل ام اي يعني ميرور حوالين مين؟ سوري اروح جايب الامر تاني واروح مختار كل ده صح؟ بص الخط ده فين؟
كده هنلاقي هنا كده تقريبا اهو صح؟ واروح ماشي اوف كده واروح اعمل كده اهو تيبيكال صح؟ وده كده اروح معلم عليه، بس ده طبعا عشان كان معمول كله كيونت واحدة صح؟ ما دام اللي يجلس المط يعني خلاص الايه؟ يجلس المط يعني على الكلام ده 3.55. على فكرة هي مش سيمتريك بالظبط، دي مش عند دي عشان كده ما طلعتش مظبوطة أوي. ماشي، ايه اللي يحصل بقى؟ نروح عاملين الاستريتش كده ماشي، بلط لاين وراح نوصل من هنا فتح تمام. موضوع النظافة والخطوط اللي داخلة بعدها دي هننظفه بعد كده خلاص. هي بتبقى محتاج منها شوية مجهود بس عادي يعني. بعد إيه دي كده ودي كده وهنا ماشي. ايه هي دي؟ ايه شغلات الاكس؟ اه بغيت الاكسس بالظبط ماشي. طب لا ستريتش تمام. ودي نفس الشيء بالظبط. طيب الفكرة بقى كلها دلوقتي إن أنا عايز أعمل كيرف هنا كده تمام. الكيرف ده هيطلع من هنا كام؟ أو اللي هي في المسافة اللي في النص، هل المسافة دي قد دي؟ هي مش قد ده؟ دي 3.41 ودي 3.41. لا المفروض إن دي قد دي. المفروض إن أوضة النوم من هنا لهنا أروح أعمل إيه؟ خط كده من هنا لهنا صح؟ ومن النص بتاعه بهيد النص بتاعه المفروض ماشي. بس الاكس اللي احنا عملناه هنا جاي مع الحيطه دي مش جاي مع الحيطه دي خلاص كده. نروح عاملين كده اهو من هنا، دي عباره عن خطوط وهميه عشان اطلع من هنا مسافه معينه. هنطلع من هنا مثلا مسافه قد ايه؟ لاين كده كام؟ نطلع مثلا نص متر خلاص. واروح مسح القديم اهو نص متر اهو علشان اجيب الامر اللي هو اللي اسمه ايه؟ بولي لاين. واوصل من هنا لهنا لفين؟ لهنا صح كده؟ وابدا ابص على الايه؟ الخط الأولاني أشوف هنا ماشي، الخط الثاني نشوف. أنا بتحكم في الميل اللي هو المماء اللي هو عشان هنا بس كده ثاني. طبعا دي حاجات معمارية يعني بيبقى المهندس المعماري هو اللي بيبدأ يتحكم فيها، وفي الموقع لما تيجي تنفذ حاجة زي كده تبقى بالواير تبقى لا في الموقع، في الموقع الأبعاد ما بتبقاش واضحة قوي فبتاخدها كده بال خلاص. بروح أعمل أوفست خلاص كده. موضوع الإيه الخطوط اللي هنا هتبدأ إيه؟ تتصلح يعني خلاص. ممكن أروح مالي ده كده لقدام شوية بس بعد كده نبقى نشيل زيادة ماشي. خلاص اما الخطوط الثانيه دي بقى انا كنت عاملها ما عادش لها لازمه دلوقتي خلاص كده. نبدا بقى نروح واخدين خط تاني على اكس رقم 7 فولت لاين اكس رقم 7 اللي هو ده عشان يقفل الاوضه دي كلها هنا خلاص كده صح؟ قفل الاوضه. ابدا انصفها واروح حاطط الايه؟ بس على فكره خط رقم 7 المفروض يستنى من هنا بدل من فوق. ده باب بدل من اول اكس رقم ايه؟ لما يتحط الباب انا مش لما يتحط الباب، الباب هو اللي يشيل ماشي؟ من النص كده واروح حاطط ايه؟ بص كده
طبعا طلعت مايلة. طبعا النص وراح من قدام، انا جبت ايه بلط معايا كده، وانا هبدأ ابقى اشيل الحاجات الزيادة دي. خلاص يبقى انا كده عملت اوضة النوم اللي هنا واوضة النوم اللي هنا، صح؟ خلصتها كده. اول حاجه بحط الحوائط، يعني مجرد بس ما اوصل للتخطيط النهائي كده المساله تقريبا مش هتاخد فيها بقى الا شويه تشطيبات. خلاص ابدا بقى احط الايه الطرقه بتاعتي اللي هنا. الطرقه دي بدأ منين؟ بدأ من محور رقم 7 اللي هو من هنا، محور رقم 7 اللي هو من هنا لغايه محور رقم قبل كده هنقول مبدئيا اللي هو 3. قبل 3 ولا 10 سنتين؟ ماشي، يبقى بدأ من هنا لغايه محور رقم 3 او قبليه بكام؟ تقريبا نص متر. هقول شيفت 2، شيفت كليك يمين، فروم مين؟ اللي هي دي، على بعض شيفت 2 سالب نص وصفر اهو، صح كده؟ وتروح داخله على محور رقم كام؟ رقم واو. ماشي، تروح داخله على محور رقم واو بالمنصب، صح؟ ماشي، يبقى انا عملت كده وراح داخله هنا. اروح بقى ايه؟ عامل السلم بتاعي، اروح جايب الامر تاني من هنا لهنا، صح؟ واروح طالع بيه لغايه ايه؟ المحور ده، صح؟ وفوق الامر التاني مقطعين، اوبا المشكلة هتظهر دلوقتي. خلاص كده لغاية هنا، خلاص اروح مسيف، تمام كده.